بعد إكمال كل الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018، يلاحظ أن كل أسماء المترشحين قد تم نشرها في مراكز الامتحانات بالثانويات المختلفة بالعاصمة عين جمينة وكذا في باقي أقاليم البلاد بحسب ما أكده رئيس لجنة الامتحانات، وذلك للتأكد من صحة كتابة الأسماء ومعرفة أرقام الجلوس في المراكز التي يمتحنون فيها وفقا لتنظيم الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس. وجينا شبنا حسن ومروا حقنا كل مرق أنا حسرة فرحانين بأسمنا المرق فوقنا أنا سيرها لأساسرة والتانسي كان نخاف كما في حسن إلا نرجع امتحان بس. أما فيما يتعلق باللوائح والشروط الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية فقد أوضح نائب رئيس لجنة الامتحانات بالتالي: لا يسمح للممتحن الدخول في قاعة الامتحان إلا بعد إبراز بطاقته الرقمية وبعد التدقيق فيها من قبل المشرفين. ثانيا: لا يسمح بالدخول لأي ممتحن في قاعة الامتحانات بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان مهما كانت الأسباب. ثالثا: لا يسمح للدخول إلى قاعة الامتحانات بأي جهاز اتصال سواء كان جهاز إرسال أو استقبال أو هاتف جوال، كما يمنع الدخول في صالة الامتحانات بآلة حاسبة مبرمجة ومزودة بذاكرة تخزين وكذلك الحاسب الآلي المصغر وكذا الكراريس والكتب. وأخيرا: إذا تم ضبط أي ممتحن في حالة غش أو ما ثبت بالقرائن يتم طرده مباشرة من قاعة الامتحانات. ونشير إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018 ستنطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 16 يوليو 2018 بكافة أقاليم البلاد، والتي يجلس لها 79,600 مترشح ومترشحة في مختلف الأقسام العلمية منها والأدبية والفنية، ويمتحنون في 94 مركزاً.